مي دافي، ملعقة أكل سكر، ملعقة أكل خميرة، نتركها تصير أكثر. 4 كوب طحين، رشة ملح، تقريبا 1/4 كوب زيت، وجهزت مي دافي حتى نعجن. بعد ما عجنتها رأسا قسمتهم، سويتهم 3، خلي زيت بالشكل هذا، يعني بعدهم ما مختمرات. عجنت رأسا قسمتهم، خليتهم على ورق زبدة، راح امسحها زيت ونغطيها بلاستيك راب، نتركها تختمر، نرجع بعدين نكمل. يعني بدل ما نتركها تختمر ونرجع نقسم، لا، اليوم عجنتها قسمتها رأسا. مسحتها زيت، نغطيها بلاستيك راب حتى لا تلزق، من نجي نشيلها تخربط عندنا القرصة، ونرجع بعدين نكمل. هسه نغطيها، هسه ما راح نحركها من مكانها بعد ما اختمرت، مجرد راح نجي نفتحها بهالشكل. طبعا اختمرت اقل من نص ساعة. هخلي الفرن على 550 فهرنهايت ونرجع لكم. زين، بعد ما فتحناهم بالشكل رجعت غطيتهم بنفس البلاستيك راب. هسه راح نسوي خلطة الوجه ونرجع لكم. هنا عندي لبن، راح اخلي بيه حليب، بيضة واحدة، ونضبط. ضفت شوية زيت، راح نبدي بأول وحدة، نشيل البلاستيك راب، ندهنها بخلطة اللبن، البيض، الزيت، ادهنها وارجع لكم. هسه راح اخذ فتة تشيز، اخلي على هاي، افتتها يجي عليها. هسه راح نجي اوريجانو، اول وحده كملت وراح ادخلها الفرن. الفرن حميته على 550 فهرنهايت، ونشوفكم بالشكل النهائي. البقيه راح انتم بكيفكم، اي شيء تريدون تضيفوه او تريدون تبقوه مثل ما هو. وحده راح اضيف عليها سمسم وحبة البركه، ونشوفكم بالشكل النهائي. هاي ثاني وحده، اذا راح نمسحها بالخلطه اللي سويناها. صحة وارجع لكم. راح اخلي عليها السمسم، ارجع بايدي، اعيد على النقشة لان اختمرت. Oh.
طلعوا بهالشكل هذا. أتمنى تكون عجبتكم الوصفة، ونشوفكم إن شاء الله وصفة ثانية. Thank you.